اي بي جيمنج وفيديو جديد. احنا عيله متكامله جامدين واسطوره، اكتب اي بي جيمنج شوف مين يطلع لك في الصوره. بدانا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا ال 100,000 وعدينا المستحيل. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو النهارده يا ابطال متحمس ليه جدا. المفروض يا ابطال المقطع ده انا عملته من 3 اسابيع تقريبا، وقلت يا ابطال ان كلمه كور بلوكس دي، كنت بصراحه يا ابطال افتكرت ان كلمه كور بلوكس دي اسم روبلوكس الجديد، ولكن يا ابطال لقيته ان ده سكن مشهور جدا وبروبوكس وليمتد كمان، ومش باي روبوكس، ده روبوكس غالي جدا. ففيديو النهارده معانا فيديوهين بصراحه ابطال من اجمد الفيديوهات عن موضوع كور بلوكس ده. ممكن يا ابطال تعتبروا ان المقطع ده يعتبر جزء تاني للمقطع اللي عملناه من 3 اسابيع. بصراحه يا ابطال فيديو النهارده يبقى جامد جدا، متحمس جدا ليه. لو انت كمان متحمس يا بطل ابطال انزل هنحط لايك للفيديو واشترك في القناه وليتس جو. المفروض يا ابطال ان المقطع ده بيقول لك اللي انت هتقدر تجيب الكور بلوكس ده اللي هي الشخصيه دي او السكن ده مجانا في لعبه روبلوكس. زي ما انتم شايفين يا ابطال الفيديو بيقول لك ازاي تجيب الايتم ده. دخل يا باشا على الانفنتوري، بعديها البندل، وبعديها الكور بلوكس. كويس. طب ثانية يا عم، ايه ده؟ في ايه؟ هو عمل ايه ده؟ مش كنت معاك 4000 روبوكس؟ ايه ده يا ابطال؟ داس على الانفنتوري، بعدها البندل، بعديها الكور بلوكس. ثانية انا عايز او ماي جاد، ب 17000 روبوكس. ماشي تمام. بعدها داس ايه دي؟ يعني إيه دي؟ اداة مثلا ولا حاجة؟ بقول لكم يا ابطال خلونا احنا نجربها عندنا كده. طبعا يا ابطال المفروض هو ده حسابي. دوست يا ابطال كده على الانفنتوري، بعديها البندل، بعديها ما لقيتش حاجة. ايه يا جدعان ده؟ اقسم بالله. لا ثانية خلونا يا ابطال كده نكتب كور بلوكس تمام، وندوس على الافاتار شوب. اتفقنا؟ خلونا كده يا ابطال الافاتار شوب. فين الشخصيه؟ ايوه هي دي. المفروض يا ابطال انا دلوقتي معايا 3000 روبوكس، بعديها داس هنا. ايه ده؟ ثانية يا عم انت كده في كلام غريب. طب يا ابطال مثلا داس هنا مثلا، المشكله بقول لكم انا هروح يا ابطال ارجع اشوف الفيديو. خلونا يا ابطال نشوف الفيديو. ايوه عايزين نقف عند الحته اللي هو داس عليها. تمام هو عمل كده. ايوه ايه بقى اللي هو داس عليها دي؟ حاجه يا ابطال اسمها ريفيورد او ريفوند ايتم. ماشي تمام. انا يا ابطال المفروض واقف كده اهو، عملت كده ده مش عايز ادوس. ماشي هنا يا ابطال. ايه ده؟ اول مره اشوف الحاجه دي بصراحه. ايه يا ابطال الريفوند ايتم دي؟ مش ظاهره عندي بصراحه. يا سلام من اولها واضح ان ده كذب. بقول لكم يا ابطال هدوس باي واشتريه. ايه ده انتوا صدقتوا ولا ايه؟ باقي لي 13000 ونص روبوكس. طب بقول لك ايه، ما ينفعش يعني تخليهم عليكم المره دي. اكيد يعني بلوكس مش هتسمع الكلام ده. خلونا يا ابطال نترجم الكومنتات واما نشوف يا ابطال بيقولوا ايه. ادي واحد بيقول لا يعمل، واحد بيقول للاسف لا يعمل على الهواتف المحموله ولا كمان اجهزه الكمبيوتر. واحد بيقول انت ازاي كان معاك 4000 روبوكس وفجاه بقى معاك 22000 روبوكس ولا 21000؟ سبحان الله. بقى واحد بيقول حصلت عليه مجانا. ايه ده؟ ثانية، هو أنت بتتريق على الفيديو ولا أنت بجد حصلت عليه مجانا؟ واحدة بتقول أنا أريد مشاهدة هذا. طب ما كلنا شاهدنا هذا ولكن ما عرفناش نعمل هذا. واحد بيقول أو ماي جاد، قام بتغيير كود الصفحة وتغيير النصوص التي تظهر كما لم أكن أعتقد. أيوه يا أبطال أنا عارف الحوار ده. بقول لكم يا أبطال خلوني كده يا أبطال أعمل لكم حركة جامدة جدا، ولكن أوعى حد يقول لي في الكومنتات إن أنا هاكر. اتفقنا؟ أنا دلوقتي معايا كام؟ 3000 ونص روبوكس. هنقول 1 2 3. بقول لكم بصراحة يا أبطال أنا حاولت تعمل الموضوع ده ولكن ما عرفتش اعمله، لان انا بصراحه ابطال حتى مش عندي خبره يعني ان انا مثلا ابقى هاكر جامد. على فكره الموضوع ده اللي انا كنت اعمله ما كانش هاكر ولا اي حاجه، كنت اكتب بدل الثلاثه مثلا مليون وخلاص. ادعوا لي يا ابطال يبقى معايا مليون روبوكس والله هوزع لكم نص مليون. انتوا فاكرين المقطع هيخلص؟ لا لا، ده احنا يا ابطال معانا مقطع كمان تاني وتقريبا يا ابطال بنفس العنوان بالظبط، والعنوان هو يا ابطال ان المفروض ان انت هتاخد الكور بلوكس مجانا. خلينا يا ابطال نشوف المقطع ده وهيودينا لحد فين. تمام. كتب لك يا ابطال في بحث لعبه روبلوكس كور بلوكس، ولقى كور بلوكس فري. انت بتهزر؟ ايه ده؟ طب هو في ايه؟ مش فاهم اي حاجه. طبعا ناس كده في الكومنتات اللي مصدقين واحد كاتب كور بلوكس فعل الخير. بقول لكم يا ابطال خلونا نكتب كده تاني كور بلوكس. ما انا مش عارف هو في حاجه غير ايه ده؟ في ايه؟ كور بلوكس تمام، وبعدها ندوس يا ابطال. يا عم مش مابا، يا عم والله ما مابا. معلش يا ابطال انا بس مسطع شويه لان مش مصدق ان ده حقيقه يعني ان ده في ايه. ماشي. ايه ده؟ 217000. طب بقول لكم ايه، ما تيجوا اقتنع من الحركه دي اللي هو اللو يعني تو هاي تمام. كور بلوكس بايه ده؟ بقول لكم بجنيه. كور بلوكس او ماي جاد، ده الكور بلوكس. يا سلام. لا بص ده يا ابطال يعني ممكن اشتري ده على اساس ان انا ابطال اشتريت كور بلوكس واضحك بيه على اصحابي. حتى ابطال مبكسل، حتى ابطال بصوا هيتحط على التيشيرت بتاعي هيبقى مبكسل ومش باين اصلا ان انا اشتريت حاجه كمان ب 2 روبوكس. يا سلام. ما اعرفش مين الراجل متعصب و
ايه ده مين ده؟ الو، خلينا نضطر نجيب اغلى كوك بلوكس هتشوفوها في حياتكم في لعبه روبلوكس، وهي ايه ده؟ ثانيه، انا عارف التيشيرتات دي اللي بتكون بمليار. اوه ماي جاد، تيشيرت بمليار روبوكس ليه؟ لا يا ابطال، والتيشيرت معمول من 4 اسابيع. وادي هنا بقول لكم ايه، معلش عايز اشوف يا ابطال، ابص بص على الناس دي، الناس دي حساباتها عامله ازاي؟ من 25 دقيقه حساب اسمه ابو معرفش ايه. واضح يا ابطال ان الشخص ده، هل ده ابطال مصري؟ مصدق يا ابطال شخص اسمه ادم؟ ايه ده؟ لا لا لا، ده محتاج يا ابطال كلام كبير قوي، انا متحمس. خلينا يا ابطال نشوف كده، واضح كده ان الشخص ده عربي يا ابطال، واحد اسمه يونس برو وولف معرفش ايه نيمار سونيك وادي معرفش. لا لا لا، باين عليه بجد يا ابطال ان الشخص ده عربي بجد، عربي الجنسيه. وكاتب لك يقول لك اي تريد ادوبت مي بيتس فور ام ام 2 نايف نوتس كام او نوتس بام يعني. يا عم ماشي تمام، ولكن خلينا يا ابطال نكمل الفيديو. ايه صح يا ابطال ده خلص؟ ده بحث بس يا ابطال حرفين على كور بلوكس ولقاها فري وسو ايزي. بس ده امتى الكلام ده؟ والله مش عارف بصراحه. الناس يا ابطال قاعده بتقول يوم 27 هيبقى مجانا، هو احنا كل شهر يا ابطال نقول ان كل يوم 27 يعني ان كل يوم 27 يعني هنجيب الكور بلوكس او كور بلوكس هتبقى مجانا؟ هو انا معاك اه يا ابطال، اللي هي سعرها بيرخص مثلا من 30,000 مثلا ل 20 او حاجات زي كده، ولكن انها تكون مجانا ده حتى ابطال لو في يوم واحد حرفيا ده هيبقى ترند روبلوكس العالمي. تعرف معنى ايه يا ابطال لحاجه ب 30,000 روبوكس تنزل في يوم واحد بس مجانا؟ والله يا ابطال هيبقى كلام كبير جدا. خلونا يا ابطال كده يعني نترجم الكلام ده تمام. واحد بيقول تخيل لو كانت حقيقه. او ماي جاد، واضح يا ابطال ان هو شخص بيقول ترجمه العباره اللي هي ايماجين دي تمام، اف ذس ووز ريل، اللي هو تخيل لو كانت حقيقه. يعني هو اصلا الفيديو ده معمول اللي هو تخيل، يعني كلها يا باشا تخيلات. واضح اللي هو ده ابطال دماغ الشخص في الحلم وفاكر ان الكور بلوكس هتبقى مجانا في يوم من الايام. ولكن بجد يا ابطال تخيلوا مثلا يا ابطال لعبه روبلوكس تعمل حاجه زي كده في المستقبل. والله يا ابطال حاجه غريبه وهكون متحمس ليها جدا بجد. واحد يا ابطال كتب وفجاه يرن المنبه. بالظبط، هو الشخص ده فعلا كان بيحلم. والله يا ابطال مقطع مضحك جدا، وبجد بجد اتمنى لعبه روبلوكس تعمل كده بجد اصلا. ويعتبر بس كده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اما حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهركم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، هي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه يلا ولا